بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض المنهج الجديد للترم الثاني للصف الثاني الإعدادي. عندي يونت 7 عنوانها Technology and the Future. عندي الدرس الأولاني والثاني الكلمات بتاعته سهلة جدا زي ما انتم شايفين. عندي كلمة سماعات الأذن Headphones، اختراع invention، تطبيق على الهاتف المحمول app، دراجة بخارية motorbike، دائرة مروحية اللي هي الهليكوبتر، طائرة مروحية اللي هي الهليكوبتر، ألواح شمسية solar panels، يترجم translate، سرعة speed، خدمة توصيل للمنازل delivery، مشاريع أو أعمال تجارية businesses. عندي كمان دي الكي فوكابلري اللي هي الكلمات الجديدة اللي عندنا. لسون 1 عندي كلمات سهلة جدا، لغة language، يدفع push، كهرباء electricity، تصحيح correction، أجنحة wings، يتنبأ predict، تنبؤ prediction، آلة machine، يخترع invent، تكنولوجيا technology، ترجمة translation، وصف description، مصادر resources، بحث research، نتائج results، يأمل hope. عندي كمان كلمة تسوق في listen to shopping، يتصل متصل بالإنترنت online، نوع type، اختيار choice، يتسوق shop والماضي shopped، يجرب أو يحاول try tried، تلوث pollution، فوائد benefits، يودين لي او معطف او بلتو كود. عندي كمان بعض الverb اللي هي بتصرفاتها التاني والتالت، buy boat boat اللي هو يعني يشتري، make made made، fly flew flown، build built built، know new known، speak spoke spoken، spend spent spent، find found found. عندي كمان بعض الورد والأوبزيت بتاعتها يعني العكس، زي كلمة necessary عكسها unnecessary، كلمة useful اللي هو مفيد عكسها useless، famous عكسها unknown، warmer عكسها cooler، كمان agree disagree، real عكسها unreal. وهنشوف مع بعض اللي هي غير حقيقي، يعني هنشوف مع بعض كمان بعض الكلمات الديفينيشن بتاعها عبارة عن ايه. تعال نكمل مع بعض السنة تانية. عندي كلمة app اللي هي اختصار كلمة application، تطبيق. التعريف بتاعها a small computer program that can use that you can use on a mobile phone or other electronic device، أو أي وسيلة إلكترونية تانية. معناها تطبيق على التليفون زي مثلا الواتس، زي الفيسبوك and so on. motorbike معناها دراجة نارية، a form of transport، transport معناها وسيلة نقل، with two wheels and an engine، بعجلتين اتنين وكمان يعني موتور. helicopter اللي هي الطيارة الهليكوبتر، a form of transport that flies using long thin parts on top of it، يعني هي عبارة عن وسيلة مواصلات بتطير وليها مثلا ايه اجزاء طويلة ورفيعة في الاعلى، of it that turn around and اللي هي المروحة بتاعتها and round very quickly، turn around and round very quickly very quickly، دي اسمها الهليكوبتر. headphones معناها a piece اللي هي سماعات الاذن، a piece of equipment يعني هي قطعة من يعني ادوات كده، that you wear over your ears so that you can listen to music without anyone else hearing it، ممكن تسمع بيها من غير اي حد تاني يسمعك.
عندي كلمة translate معناها يترجم، change words into a different language يعني بنغير كلمات للغة تانية. عندي collocations اللي هي الكلمات اللي بتيجي مع بعض. لديه وقت فراغ معناها have free time. لديه مال، مال يعني فلوس، have money. لديه الاختيار have a choice. عندي يوفر الوقت save time، يدخر مال save money. طيب وكمان عندي كلمة waste اللي هي بيضيع يعني يهدر المال waste money، يضيع الوقت waste time. يتسوق go shopping. عندي كمان يقضي يدفع مال spend money، ويقضي وقت معناها spend time. عندي في الريدنج ندخل على الدرس بتاع الريدنج سنة تانية. في lesson 1 عندي بعض الصور زي ما انتم شايفين. تعالوا نقرأ مع بعض الجمل اللي قدامها. This clever jacket، على الجاكيت اللي قدامكم ده، uses this clever jacket uses an app to make your you warmer when the weather is cold. يعني الجاكيت ده بيستخدم ابلكيشن بيخليك اكثر دفئا لما يبقى الطقس بارد. عندي كمان الهيدفونز الصورة التانية. when these headphones hear another language، لما الهيدفون ديت بتسمع لغة تانية مختلفة، they can translate it into your language، ممكن تترجمها للغة بتاعتك. دي برضو حاجة كويسة جدا. نشوف الصورة التالتة. change roads into solar panels، تغيير الطرق لبطاريات شمسية. This invention، هذا الاختراع، uses strong glass، بيستخدم يعني زجاج قوي جدا، that you can drive on، انت ممكن تسوق عليه يعني تقود سيارة فوق الزجاج ده، and make electricity، وتعمل كده كهرباء at the same time، في ذات الوقت. طيب نشوف الصورة الرابعة سنة تانية. is it a motorbike، هل هذا motorbike؟ is it a helicopter، طب دي صورة هيليكوبتر. no this invention، هذا الاختراع، is half motorbike، هو motorbike جزئي، and half helicopter، وكمان طيارة هليكوبتر، نصها طيارة هليكوبتر ونصها motorbike. it can push you، يعني ممكن هي تدفعك into the air، ممكن تدفعك في الهواء at the speed of a fast car، يعني ممكن تدفعك في الهواء بسرعة يعني ايه سيارة سريعة، كأنها سيارة ايه سريعة. طيب shopping online yes or no، يعني التسوق عبر الانترنت، هل انت معاه ولا ضده؟ تعال نشوف الصورة بديت او الصفحة دي بتتكلم عن ايه سنة تانية. shopping online is great. firstly، يعني التسوق عبر الانترنت ممتاز جدا. firstly، اولا، it saves me time، يعني بينقذ الوقت وبيوفر الوقت. I don't want to spend lots of time traveling، انا مش عايز اقضي وقت كبير في السفر. to the shops، عشان اروح للمحلات. I can stay at home، ممكن اقعد في البيت. and buy the things I want، واشتري الحاجات اللي انا محتاجها. in a few minutes، في بضع دقائق. secondly، وثانيا، I have more choice online، عندي اختيارات، انا اقعد في البيت واشتري حاجة كده موبايل مثلا او اي حاجة، بيبقى عندي بضع اختيارات تختار اللي انت عايزه. كمان also if more people shop online، وكمان لو في بعض الناس بتتسوق عبر الانترنت، there will be fewer cars، هيبقى في عربيات اقل، on the road، على الطريق، and less pollution، وهيبقى في تلوث اقل. I will do all my shopping online، هعمل كل الشوبينج بتاعي online when I am older، لما ابقى اكبر في السن عن كده كمان. طيب شوف صورة الولد ده بيقول ايه. باهر بيقول I prefer going to real shops in my city، اما باهر بقى ليه يعني رأي تاني مختلف، بيقول انا بحب اروح لمحلات حقيقية في السيتي بتاعتي. every time I buy clothes online، كل مرة بشتري فيها الملابس في الانترنت عن طريق الانترنت، the thing that I buy is wrong، الشيء اللي انا بشتريه بيطلع
غلط، خطأ. at a shop في المحل بقى. I can see what I am buying، أنا ممكن أتفرج على الحاجة اللي أنا هشتريها. and I can try it first، وكمان هقيسها يعني هشوف هجربها لايقة عليا ولا مش لايقة. also كمان I don't like to waste time، ومش عايز أضيع وقت. waiting for a delivery، أضيع وقتي في إن أنا أقعد أنتظر الدليفري عقبال ما بيجيب لي الحاجة لغاية البيت. I want things now، أنا عايز أشتري الحاجات دي دلوقتي. if everyone shops online، ولو كل واحد بقى اشترى على طريق الإنترنت. the shops in our towns، المحلات في المدن بتاعتنا. and cities will close، يعني هتقفل. if they close، ولو قفلت. then lots of other businesses، بعض الشغل التاني like cafes will close، كمان هيقفل جنبها القهاوي. طالما مفيش ناس بتشتري من المحلات، يبقى القهوة او الكافيهات اللي جنب المحلات ديت هتغلق هي كمان ايضا، يعني تو. اوكي، عندي كمان في ال W اللي هو الورك بوك، في الكتاب المدرسي. في محادثة كده ما بين مازر واحمد. مازر بتقول له ايه، زي ما انتم شايفين الصورة كده. مازر بتقول احمد your plane will arrive in England at 11 o'clock، يا احمد الطيارة بتاعتك هتوصل انجلترا الساعة 11. احمد قال لها who will meet me at the airport if the plane's late، يعني مين اللي هيقابلني يا ماما لو في المطار لو الطيارة بتاعتي متأخرة. فالأم ردت عليه قالت له أنكل سامي will wait for you، أنكل سامي هو اللي هيبقى في انتظارك. don't worry، ما تقلقش يا أحمد. أوكي، نكمل. أحمد بيقول لها what clothes will I wear if it's cold، إيه هي الملابس اللي أنا ممكن أرتديها لو الدنيا برد. مازر قالت له you have a bit coat، هتبقى معاك كده معطف صغنون كده. but it will be warm inside، لكن الدنيا هتبقى دفى في الداخل. قال لها who will I talk to if I don't know anyone at the school، هكلم مع مين يا ماما لو انا معرفش اي حد في المدرسة. قالت له there will be lots of new students، هيبقى في طلاب كتير جداد. they'll be very friendly، هيبقوا وديين جدا بالنسبة لك. what will the teacher say if I don't understand the lesson، يعني المدرس هيقول ايه لو انا ما فهمتش الدرس. قالت له he or she will help you to understand، هي او هو على المدرس يعني هيساعدك ان انت تفهم. قال لها what will I eat if I don't like the food، طب انا هاكل ايه لو الاكل ما عجبنيش. قالت له aunt judy، خالتك او عمتك جودي ديت will cook egyptian food، هتطبخ اكل مصري. but you should try english food too، ولكن انت انا انصحك ان انت تجرب برضو الاكل الانجليزي ايضا. ندخل على درس الليسننج يا سنة تانية. عندي بعض الصور زي ما انتم شايفين كده اللي احنا قرأنا عنها من قيمة شوية. ناريتور الحاكي، المفروض انت بتسمع الحاجات ديت اصلا، يعني بيقول حاتم بينادي عليه. فحاتم قال له واو that looks، ناريتور حاتم يعني واو that looks so cool، هذا يبدو جميل جدا. I'm not sure it's very useful، انا مش متأكد اذا كان مفيد ولا لا. though بالرغم ان هو حلو يعني. it won't be able to fly very high، يعني شكله كده ما بيطرش عالي. will it، اليس كذلك، ده اكيد بيتكلم على الصورة الاولية زي ما هو مرقم كده. ناريتور ومنال، ناريتور بيقول منال، فمنال بتقول I think lots of people will want to buy one of these، they'll be very useful for traveling، هيبقى مفيد في السفر. it won't help people to speak other language though will it، مش هيخلي الناس تتكلم لغات تانية مش كده برضو. it's only good for listening، وحلو جدا للاستماع. طبعا بتتكلم على الصورة ده اللي هي نمبر بي، طيب اللي احنا اتكلمنا الهيدفون يعني. ناريتور نمبر 3 طارق، طارق قال له I think this is a good idea for people in cold places، بيتكلم عن الجاكيت اللي فيه اب اللي هي الصورة الثالثة.
it won't be very useful for me though. مش هيبقى مفيد بالنسبة لي. Maybe they'll make want to make people feel cooler. ممكن يخلي الناس تشعر ان هم اكثر يعني تسعى يعني. That would be good here in the summer. بس هيبقى كويس في الصيف. Narrator Susan. Susan قالت I think that is an amazing invention. على اختراع نمبر جديدة. I hope they'll build lots of these in Egypt. اعتقد ان هم هيعملوا حاجات زي ديت في مصر. We have lots of sun. احنا عندنا شمس كتير. And we could make lots of electricity. وممكن نعمل كهرباء كثيرة. دلوقتي الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم بقى عن الجرامر واللانجوج نوتس على الريدنج زي ما انتم شايفين كده، عشان بس ما يبقاش الفيديو كبير عشان اعرف احمله. يا رب تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم، ولو لقيتها مفيدة شير لأصحابك عشان يشوف المنهج الجديد بتاع سنة تانية للترم التاني ان شاء الله، ده من كتاب المعاصر. ما تنساش لايك للفيديو لو عجبك، واشتراك في القناة لو انت مش مشترك. كانت معكم سوسن سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.